عليكم أصدقائي صديقاتي، لاباس عليكم؟ بخير، كي درتم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير، تكون أموركم هانية وتكونوا إن شاء الله مرتاحين وفرحانين. شكرا بزاف ومرحبا للناس الجداد اللي جاو عندي القناة، كنقول لكم مرحبا بكم، كنتمنى أن الفيديوهات ديالي تستفدوا منها شي حاجة، ومرحبا بالناس حتى هما اللي قدام، كنقول لكم مرحبا بكم، نتوما راه صحاب الدار. وشكرا بزاف، شكرا بزاف للتواجد ديالكم في القناة ديالي والمشاهدة ديالكم الفيديوهات ديالي. اليوم كما قريتوا في العنوان، جيت لكم فيديو على حساب البشره الجافه، الناس اللي كيعانيو من البشره الجافه، الروتين اللي خاصهم يمشيو عليه، الروتين اللي خاصهم يتبعوه على حساب البشره ديالهم باش ان البشره ديالهم يعني ما تبقاش ناشفه بزاف، بالنسبه ما يكونوش معرضين اللي غير دغيا للتجاعيد، حيت يعني السبب الاول ديال التجاعيد هو يعني البشره فاش كتكون جافه، يعني كي تتنشف البشره كونوا متاكدين انكم يعني راه كتكونوا يعني كتكونوا معرضين للتجاعيد واحد النسبه ديال 80% الا كانت عندك جافه البشره، يعني خاصك من الاول تخدم لها مزيان وتعطيها واحد يعني تغدي البشره، حيت البشره حتى هي فحالنا، راه الا ما كلاتش الا ما شرباتش الا ما راه ما يمكنش لها انها يعني تعطيك يعني تخلي لك الاشراقه تخلي لك وجهك زوين، يعني ضروري كيخصها حتى هي التغذيه ديالها. فاليوم كما قلت لكم جيت لكم فيديو اللي هو الروتين اللي غتمشيو عليه، نتوما كما كتشوفوا انا حطيت لكم من كل غام برودوي، ما بازيت لكمش على غام وحده، يعني كل واحد والغام فاش كيرتاح، كل واحد والماركه اللي كتجي معاه، كل واحد وشنو كيستعمل، كل واحد وشنو عنده في الدار، انا نعطيكم هي الاساسيات، وكل واحد اللي يعني كل واحد الماركه اللي كيرتاح ليها يخدم بها، راه ما كاينش مشكل، يعني غير المهم انها توافقوا ما تكون كديروا لها حساسيه لا حتى شي حاجه. المهم نبداو لكم كملتي الخدمه ديالك، كملتي القرايه ديالك، جيتي بالليل للدار بغيتي تهلاي في وجهك، اول حاجه غادي ديريها شنو هي؟ انكي غتغسلي وجهك، غتغسلي وجهك. انا جبت لكم هاد جوج، راه كما قلت لكم ممكن تستعملي اي حاجه، تستعملي اي جيل نيتوايون مكتوبه فيه على حساب البشره الجافه باش كيغديها لك حتى هو وتيعاونك، يعني كيعاون حتى هو بواحد النسبه ديال 20% في الترطيب ديال البشره ديالك، ضروري لو جيل يكون خاص بالبشره الجافه. انا جيت لكم بهاد الجوج هادو، كاينه توبياليز ديال اس في ار، سينون كاين هاد سيغافي، ياك هادو بجوجهم للبشره الجافه ممكن انكم تستعملوهم. ياك كتغسلي وجهك مزيان، كتنشفيه، ضروري تكون فوطه اللي تكون ناشفه مزيان، يعني تكون ناشفه في الشمس مزيان، يعني ما تكونش من ديال الفوطه ولا ديجا بقات مسحتي بها وبقات ولا شي لعبه، تكون ناشفه مزيان. هادو ديجا راه ما هذا راه ما غاليش، داير 63 درهم صغير، الكبير داير شي 104 ولا 105 درهم ما عقلتش، هذا حتى هو داير 88 درهم، يعني راه ماشي شي حاجه اللي غاليه، راه في المستطاع ديال اي واحد. غسلتي وجهك كملتي، كتجي ضروري دي ماكياجك، ضروري دي ماكياجك، باش دي ماكياجك خصكي شي حاجه حليب، شي حاجه اللي ثقيله، شي حاجه اللي يعني كما قلت لك تغدي لك البشره ديالك. كاين اللي جبت انا، كاين هذا ديال بيوديرما، كاين هذا ديال فيشي، ولا كاين هذا ديال لاغوش بوزي، هادو بثلاثه راه ممكن ديريهم فقطيين وكتمسحي وجهك مزيان، حيت واخا غسلتي وجهك ضروري كيبقاو داك يعني الغبره ديال النهار كامل وداك الوسخ ديال النهار كامل تيبقاو لك في لي بور، ففاش كدي ماكي وجهك كيتنقاو لك حتى لي بور، يعني الداخل ديال البشره ديالك كيتنقى، يعني ضروري دي ماكي وجهك. فاش كدي ماكيي مسحي بقطن مزيان، خليك واحد 5 دقائق من ورا فاش دير ماكي وجهك، كنحيدو دي ماكيون، هانتي كملتي منو، غادي تجي ليدغاطاسيون، ضروري ليدغاطاسيون، ضروري البنات شوفوا ضروري، هادي حطو من تحتها 40 خط احمر، ضروري ليدغاطاسيون، حيت الا ما كتيدغاطيش بكريم اللي تكون غيش اللي تغدي لك البشره مزيان، راه بحال ما كديري والو، ضروري كريم ايدغاطون ضروري. انا المهم انا الكلمه اللي خاصكم ضروري تلقاوها هي غيش، هي غيش، هي ديما الحاجه اللي كتكون غيش كتكون خاصه للبشره الجافه، ديما ديما ديما، انتما في لاغوش بوزي كذلك كاينه، في افين كذلك كاينه، في اورياج كذلك، يعني ضروري تستعملي شي كريم اللي تكون غيش، كتكون غيش يعني كتغدي لك البشره مزيان، كتحسي بان البشره ديالك تزاد فيها الماء، وضروري البنات النقطه هذه ديال الماء ضروري تشربوا الماء بزايد، ضروري الماء يتشرب بزاف، لان البشره الجافه فاش كتكون البشره عندك جافه راه ما كتكونش محتاجه للزيت،
كاين اللي كتكون عنده بشره ناشفه تيمشي تيشري زيت اللوز ولا شي حاجه ويبقى يدهنها في الوجه، لا خاص كتكون خاصها الماء، تشربوا الماء بالزيت وتيضغطيو ضروري. صافي كيما قلتي كتغسلي وجهك، كدي ماكيي، كديري لا كريم ايدغاتون ديالك وكتنعسي. صافي هذا لو سوار ديالك، الروتين ديال الليل ديالك هكا خاصو يكون. كتفيقي الصباح، تفقتي الصباح عاوتاني قبل ما تخرجي للخدمه ديالك ولا قرايتك، كتعاودي تغسلي وجهك، تعاودي تغسلي وجهك المهم باي جين نيطوايون، تعاودي تغسلي به وجهك مزيان ياك. مع هاد المضربه كتحتاجي لا دي ماكيلا حتى شي حاجه، غسلي وجهك مزيان كملي منه. احتاجتي انك ديري ان كريم ايدغاتونت بحال هكا، ديري نيت لا كريم اللي درتي بالليل، ديريها ديريها وخليها واحد ثلث ساعه، ثلث ساعه ولا نص ساعه بين ما تفطري وتكملي مسائلك، وديري البروتيكسيون سولير. ضروري بروتيكسيون سولير البنات، ضروري حمايه من الشمس راه ضروري، راه حتى الشمس كتكون عندها واحد يعني واحد النسبه ديال 50% ولا 80% ديال ان حتى هي كتنشف، كتعاون انها كتنشف البشره ويعني كتخرج عليها. فكما قلت لكم كديري لا كريم ايدغاتون ديالك وديري بروتيكسيون سولير. اي بروتيكسيون سولير انت كتحتاجي يعني عندك ولا موالفه كتستعمليها، كاينه في لاغوش بوزي هذه اللي فيها خط زرق هي اللي خاصه بالبشره الجافه، كاينه في بيوديرما مكتوبه فيها كريم، وكاينه في اس في ار هانتوما راه مكتوبه فيها هنايا بوغ لا بو سيش تري سيش. هذه تانتي كاينه التانتي حتى في بيوديرما الخاص للبشره الجافه، وكاين حتى التانتي في لاغوش بوزي خاص للبشره الجافه. يعني ضروري البنات كما قلت لكم، الناس اللي كيدير ان كريم ايدغاتونت وديرين فوق منها ليكرون ديالك، الناس اللي كتخرج بالليل ولا فهمتي ولا الخدمه ديالها ضروري خاصها الفون دو تان، راه ما يمشي مشكل انا دير لا كريم ايدغاتونت ندير البروتيكسيون سولير ديالها وديرهم فوقهم فون دو تان، ما كاينش مشكل. يعني كما قلت لكم ما كتشوفوا هذا هو الروتين اللي تيخص البشره الجافه، وكونوا متاكدين انك الا تبعتيه بحال هكا كوني على يقين ان البشره ديالك والله الا غتبقى لك يعني زوينه، وغادي تبقى لك فيها الاشراقه، وغادي تبقى لك يعني فهمتي غادي تبقى لك ديك ليكلا في الوجه. وكما قلت لكم ضروري ضروري ضروري، راه ماشي وحده تقول لك انا باقي عندي 22 عام باقا صغيره، لا راه من نقول لك من 20 عام انا اللي جات عليا، من 20 عام بنادم يتبع هذا الشيء، يعني من 20 عام تبعي التريتمون ديالك، تبقاي غاده في واحد الروتين اللي تبقاي انت كل ليله عندك ضروري تغسلي وجهك، دي ماكيي، ديري لا كريم ايدغاتونت، تنعسي، تفيقي الصباح، غسلي وجهك عاوتاني، ديري لا كريم ايدغاتونت واحد ثلث ساعه، وديري بروتيكسيون سولير ديالك وخرجي لخدمتك. ضروري البنات متفقين باش الوجه ديما يبقى زوين. المهم هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف 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 للمشاهده ديالكم للفيديوهات ديالي، الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.